بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت زي ما متعودين قبل أي حاجة نصلي على سيدنا النبي. الفيديو ده هنكمل باقي شروحات مجموعة أداة صابر سيرفي. الأداة المهمة جدا في الأعمال المساحية في المكتب الفني. آخر قائمة معانا قائمة جنرال. القائمة دي موجود فيها إزاي نحسب أو إزاي نظهر على الرسمة طول او بعد اي طول موجود على الرسمة بدوسة واحدة، وكمان ازاي نحسب التوتال لمجموع الابعاد لجميع الاطوال المختلفة على الرسمة سواء اقواس او اطوال عادية، تمام. وكمان هنعرف ازاي نحسب المساحات للاشكال المغلق بكل سهولة. هنعرف نحسب او نظهر المساحة لاي شكل مغلق او لاي شكل معمول عليه تهشير، وكمان هنقدر نعمل حصر بكل سهولة لعدد ونوع اي حاجة موجودة عندك على اللوحة، تمام. يعني اي طول او اي شكل هتعمل حصر بعدد الشكل، مثلا موجود كام شكل منه في الرسمة او موجود كام طول لنفس الطول، فحصر سريع مهم جدا. ياريت قبل ما نروح للشرح، لو انت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد وكله يستفاد بإذن الله. وهسيب لكم رابط الأداة ورابط جروب مهندس أحمد صابر في صندوق الوصف وفي أول تعليق. يلا بينا نشوف الشرح. هنشوف مع بعض على الرسمتين دول أو على الشكلين دول القائمة بتاعت جنرال هتعملنا إيه. أول حاجة عندنا في قائمة جنرال كتابة أطوال الخطوط. هنكتب اطوال الخطوط لاي خط موجود على الرسمة. Select Object، ضغطنا على الامر جاب لي Select Object. هنحدد الشكلين دول، طبعا ما ظهرش تحديد، لو دسنا انتر اهو ما فيش حاجة، ما ظهرش تحديد. ليه؟ هنحدد على الشكلين اهو، حددنا على الشكل A1 وA2. عندنا في قائمة Modify ننزل لآخر حاجة Explode. نجيب الأمر بتاع كتابة أطوال الخطوط في قائمة General ونحدد الشكلين بتوعنا. لو لاحظنا الشكلين اتحددوا، Enter. زي ما احنا شايفين كتبنا الطول لأي خط عليه اهو، زي ما احنا شايفين 35. فكل طول خط او كل خط كتب لي البعد عليه اهو 81 و43 و3 ملي. الامر اللي بعده امر حصر سريع العدد والنوع، يبقى بيعمل لي حصر سريع للعدد والنوع من اي حاجة موجودة. يعني اي حاجة موجودة لو كانت متكررة عندك او موجودة بيجيب لك ليها حصر بعددها، يعني موجود في الرسمة كام منها ونوعها كمان موجود كام حاجة من نفس النوع. هنشوف مع بعض، دوسنا عليها Select Object، هنحدد الشكلين Enter. هنشوف الجدول نحطه فين، مثلا نحط الجدول هنا اهو، ظهر لي الجدول. كل حاجة ليها عدد، يعني انا عندي شكلين، عندي شكل A1 و A2. بيقول لي من الشكل A1 موجود عندي شكل واحد منه، طب والجدول A2 او الشكل A2 موجود منه برضو شكل واحد، يعني مش متكرر مرتين. لو مثلا كان عندي شكلين مكتوب عليهم A2 كان جاب لي 2 هنا، لو مثلا شكلين من A1 كان جاب لي 2، لو 3 كان جاب لي 3 كده. عمل لي حصر لعدد الحاجة الموجودة دي على اللوحة. التوتال كده عندي 2، عندي شكلين كده، هو عمل لي حصر للشكلين اللي هنا. A1 موجود منه 1 بس، A2 موجود منه 2 بس، وعندي في النهاية التوتال شكلين. حصر مهم جدا برضو، بيتعمل في كذا حاجة، انت بتحتاجه في كذا حاجة طبعا،
ظبط انت واكتشف انت بره شغلك محتاج ايه منك، وهتلاقي الاوامر دي كلها انت بتحتاجها وبتشتغل عليها. نشوف اللي بعده. اي اكس بلوكس، تفجير كل البلوكات ونقلها الى لون وطبقة معينة. يعني معنى ايه تفجير البلوكات؟ تفجير البلوكات بمعنى ان انت عندك شكل مثلا زي ده، زي الموجود عندنا ده، وانت ما قدرش تتحكم في اي طول. مثلا اهو انا حددت على الطول ده اتحدد معايا، حددت على الطول ده اتحدد معايا وحده، تمام. انما لو معمول لها بلوك كده انت مش هتقدر تحدد اي طول وحده، هتتحدد معاك الشكل كامل لان هي معمول لها بلوك مقفول عليها، ما تقدرش تلعب فيها، تمام. وليكن الشكل ده معانا كده، هو مش معمول له بلوك، تمام. هنعمل له بلوك ونرجع نفك البلوك ده. هنحدد الشكل ونكتب بلوك، اهو ظهر لي بلوك. النيم هنسمي هنا اي حاجة مثلا، وليكن ايه، اوكي. زي ما احنا شايفين كده المفروض الشكل ده بقي بلوك اهو. شفتوا كده لما حددت عليه بعد ما هو معمول بلوك، ما اقدرش اتحكم في اي طول في الشكل، ولكن الشكل كله مقفول عليه ما اقدرش العب فيه. فالامر ده معمول لك علشان تفك القفل ده. مثلا اهو ندوس على الامر ونجي نحدد الشكل، انتر. شفتوا الشكل كده اهو رجع زي الاول. لو دوست على اي طول هيداس عليه وحده مش على الشكل كامل. كده فهمنا امر بلوكس، تمام. التوتال بقى هنا عندي الامر اللي بعده، توتال اجمالي الاطوال للعناصر المختلفة سواء كانت خطوط او اقواس. هدوس على امر توتال، بيقول لي انت عندك لاين ولا بولي لاين ولا 3 دي بولي لاين ولا ارك، يعني قوس. وليكن انا عندي الشكلين دول لاين، اخر حاجة كانوا لاين مش بولي لاين. سيلكت، هنحدد الشكلين، نحدد على الشكلين، انتر. هنشوف هنحط التكست فين. زي ما احنا شايفين التكست اهو جاب لنا توتال الاطوال اللي موجودة، او كل الاطوال اللي احنا حددناها جاب لي مجموعها. عندي 617 متر و53 سنتي و7 ملي. نشوف بعد كده توتال اريا، حساب اجمالي المساحات للاشكال المغلقة. الامر ده لازم يكون معاك الشكلين بولي لاين مش لاين. سيلكت اوبجكت، هنحدد الشكلين، انتر. هنشوف هنحط التكست فين، اهو توتال اريا البولي لاينز اتنين اللي هو ايه شكلين، ادي المساحة بتاعت الشكلين المغلقين دول. لازم الشكلين يبقوا مغلقين اللي هو بولي لاين مش لاين، وجاب لي كده المساحة بكل سهولة للشكلين دول. نشوف بعد كده هاتش اريا، حصر سريع لمساحات التهشير. يعني مثلا عندي شكلين زي دول وعندي فيهم تهشير، تمام. هنشوف ازاي نعمل تهشير للشكلين مثلا عشان نعمل لهم نخرج منهم مساحة. عندي هنا اهو هاتش، لو رجعنا للهوم هنا عندي اهو في الاختصارات هاتش. لو دوسنا على هاتش كده اهو جاب لي الاشكال مثلا اللي عندنا، نختار شكل ونضيفه هنا، انتر، تمام. نشوف الشكل التاني، نختار له شكل غيره، مثلا نختار الشكل ده ونضيفه هنا، انتر. طبعا التهشيرات دي بتميز لك الاشكال من بعضها. نرجع للاداة بتاعتنا سابر سيرفينج ونشوف هاتش اريا، هنجيب مساحات الاشكال اللي واخدة هاتشات هنا، نحدد الاثنين، انتر. زي ما احنا شايفين هنا تحت جاب لي the total area of two hatches، انا عندي واحد واثنين. نسحب دي الفوق كده
وهنشوف the total area of two hatches are زي ما احنا شايفين رقم المساحة بتاعت التهشير للجدولين او للشكلين اسف. تمام، يبقى جبنا المساحة لأي شكل موجود داخله تهشير زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام، نكمل آخر أمر عندنا، هاتش تاب نعمل جدول في أنواع الهاتشات الموجودة ومساحة كل تهشير قدامه. تمام، مساحة كل تهشير قدامه مكتوبة بعددها. هنشوف نختار الأمر ونحدد الشكلين، انتر. هنشوف هنحط اهو زي ما احنا شايفين جاب لي شكل التهشير الاولاني اللي هو المايل ده، وجاب لي المربعات اللي هو A2. ده الشكل ده التهشير ده موجود منه واحد، والتهشير اللي تحت ده موجود منه برضو واحد، مفيش يعني شكل تاني واخد نفس التهشير، كان كتب لي 2، وكل شكل تهشير جايب لي قدامه المساحة بتاعته. تمام، اظن مفيش اسهل من كده واجمل من كده. كده خلصنا قائمة جنرال، وعندنا اخر حاجة طبعا اباوت. طبعا الاولى هيعرف لك على الاداة، والتانية هنشوف هيظهر لي ايه. وتاني امر زي ما احنا شايفين جاب لنا الشرح البي دي اف بتاع الاداة، شرح كامل لكل حاجة موجودة في الاداة. والاخيرة بيوجهنا الى الواتساب بتاع المهندس احمد صابر، او جروب المهندس احمد صابر، لاي مساعدة طبعا بتتقدم فيه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.